شن الطيران الحربي التركي مزيدا من الغارات على مواقع في ريف عفرين الشمال غربي سوريا، بعيدة سيطرت قوات عملية غصن الزيتون على جبل برصايا الاستراتيجي. استهدفت عدة غارات قرى في شمال غرب مدينة عفرين، وقال الجيش التركي إن طائراته دمرت أمس 20 هدفا عسكريا بينها أسلحة وتحصينات للمسلحين الأكراد، لكن القصف أوقع أيضا قتلى من المدنيين في ريف عفرين. وأفادت مصادر محلية أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون، وتحدثت مصادر أخرى عن سقوط قتلى من بينهم أطفال.